بالي ممي قبل تتحكوا قافي بالو يا شباني المرة الجاية انت يا راكسي في بالي بلد إسرائيل بواسرة ونقول يا شباني دانيا. سلام. نجمة العالم العربي الفنانة سورية منى وصف هند تاع الرسالة حلت علينا ضيفة هنا في الجزائر. احنا ما حبيناش نضيعوا الفرصة، واش درنا؟ عرضناها الفطور وجنا لي كاميرا وقلت لهم شوفوا ما كاين حتى واحد اللي يسربي لها غير انا. المبعوث الخاص تاعنا ارسلناه مع الكاميرامان في مهمة لتغطية حفل تكريم الفنانة القديرة منى وصف ويجيب لنا اخبارها. غير شفنا الصور تاع الحفل قررنا نوجدوا لها ونكتبوا اسمها من ذهب في قائمة ضحايا واش داني ولا لا لا حميد. هنا طلبت من المنتج تاعي باش يبعثني ندير تكوين باه نولي ان غران سيرفور هكذا باه ما نتبهدلش قدامها. انا اول مره باكل بهذا الوقت بحياتي. يعني غدا. بكري. شكرا. صارت تفت لي في الغداء. شفت هو شايف شيء بيعرفني. انت بتعرفني؟ بتشبه لها. شفت شلون نشوفك كده؟ يعني عم بيشبهني بواحدة تانية. ايه مين هي؟ هند. انا عشان هيك هو خايف كان مني. هند. انا ما خايف. شفت شلون قاعدة مع وقت عم تحكي؟ مظبوط. يعني صحيح. يا حنان كل الوقت عم طلع فيني. هو يسألك ولا متأكد؟ لا هو أول كل يشبه فيني. ايه من البداية. من البداية وما قلت لي شبه لي شيء كان بيطلع. انت قلت لي ما فهم علي. انا ما فهم بجوز ما فهم علي. ولكن هو لما طلع انه انا. اراه يعني منتهي او يحلم. انا. هي. هو اسف. مدد مغربة. تحصل هذه الأشياء أنا بالنسبة لي تحصل كثير. عشان هيك أنا بس بالأول أنا فكرت إنه ما فهم علي وقت قلت له إيه ما قال. بس هو كل وقت فهمنيش. أنا شوف ما خطر ببالي إنه لهالدرجة. مش مخدوش لهالدرجة. مدهوش. إيه مدهوش. مدهوش. أو دهش. وينه إنت دهش كثير. وين؟ منين؟ بونجور. كثير منيح والله. انا بحبك. الله يخليك يا رب. وما زلت هي بتتغير. يعني لا طبعا لازم اتغير لانه هو مزبوط يعني انه في سنوات. سبحان الله. انا بحبها. قلها انا مبسوطه خاصه لما دخلت في الاسلام. لما دخلت في الاسلام يعني هو سبتها شكون؟ ايه؟ سبتها شكون؟ أبا سفيان. هند. لا بالأول ما كانت مسلمة لما أكلت. هند ولا المدام؟ لا هند. هند. على هند. ما كانش مدام. أي شخصية. هند بنت عتبة. هي المدام. إيه لك. كنا على دلال. كنا على دلال. هل. أيوه كنا على دلال. هل كنا على ضلال؟ نعم كنا على ضلال. نعم شيء. نعم كنا على ضلال. حافظ الحوار يا إذن. صحتكم. الله يخليك يا رب. الله يخليك. شكرا. هي أعظم شيء بالتمثيل انك تفوت بالشخصية تقنعهم انه انت تمام. بخصكم هذا خلاص. انا وقت روح على الشام بيقولوا لي خليك ليش انت رجعت خليك بالجزائر. خليك بالجزائر. الجزائر كلها بتحبك يا حبيب قلبي والله. كلها. شكرا. تسلم تسلم. هذا شرف لنا. اسمحوا لي اني نهضر معاكم. عندي معلم تاع المطعم شرير.
سنة. 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 الله يبارك. صحتك. شكرا. شكرا جزيلا. أنا هون. شكرا. يعني راهو مدهوش شافوا مثلة وممثل. شفت أكل يعني شو لبنة وجبنة وبيض وشاندليش. شكرا. هدية من القلب إلى القلب. شكرا لك الجزائر. تفاحة من حجر من الحبيب. يا هلا هاي تاكل لا لا هاي تاكل هاي تاكل بعد شوية أكيد كملنا يلا تسكيخ لكم فحم علاش قلت لها تروح تفهميني كنت كلم علاش قلت لها تروح مش تاكل في راحة أنا بزاف فرحة أنا قاعد سبقني هند من العائلة يعني اسمح لي تحب يحفظ معي الإسلام يعني فين القانون لازم يحترمو راه خدام ما هوش من حقه يقعد مع الزباين اسمح له بس خلاص شكرا ماشي يعني عندهم مشكلة ما تديرو مشكلة اي ماشي على وجهها شكرا شهية طيبة شكرا يعني لا هو عمل خطأ كبير لازم يحطوه عند ايه ما كان لازم يقعد لا بس هو فرحان فرحان اسمع حرام ولكن سامحوني ولا لا حاوزني حاوز لا 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 حاوزون يعني طبعاً تفضل معلش نحن طلبنا منك كان قام بالفعلة هذه مع إنسان عاشر ما فيش مشكلة لكن هو لأنه عمل معي لازم يكون ما في مشكلة لأن أنا فنانة تتعرض لهيك شيء وهذا في منتهى الأدب كان يعني ومنتهى الإعجاب هلا هو بجوز غلط في هاي الشغله بس لاني انا فنان عم بقول لك من خلال تجربتي يعني فهم علي؟ انه ممكن الواحد ينسى حتى وضعه ويعبر عن مشاعره ولكن ما بينأذى لان انا بنأذى يعني بتأذيني بتأذي انه واحد يفكر فيني بعدين انه انطرد من شغله لانه كان معجب لا يعني انت حكمتي عليه لانه في 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 في, في موقف هاي لكن عملها مع زبائن كتير تخيلي ياكل في طبق الزبائن لا هذه غير ممكن ولكن اسمح لي هنا ما درش حاجة غلطة المرة دي ما يطردش على جال ما دمه المرة جاي يعمل خطأ حسيت باللي هند خدتني على عقلي صرتو كي عطيت لها حبة دفع التمت عطفت معايا ولحقت من حتى دفعت عليا مع المعلم اللي حاوزني خي غيور يا أخي شفت؟ يلا ما تقلب المواجع يا أخي يوه خليها تأتي نعم ولين تفضل ايه ماكو هو ما ايه كوني يعني اليوم قفلوها معنا الإسرائيلية والدول والله لا في إسرائيل في إسرائيل شفت في حالة طفي معنا عملت ثلاث خلطات الفتاة طردها ما كان لازم سرق التفاحة وجاب الكرسي وجاب ايه
وقال لي خفيها مشان ما يشوفوا الشرير. الشرير محمود الميليجي يا زلمة. مين الشاب؟ هو هذا الشاب في طفولة. هو هذا الشاب في طفولة عجيبة. انا هذا شيء كانه جاب لك بنك انت لاحظت ولا وبعدين انا شلون خفيتك انت مش شاركه انت مش شاركه الله لا يوفقك وانا وصلت في النهايه بتاعت ممنوع من الدخول الى الجزائر من اجل طريق التفاح حبيت نقول له حبيت نقول له ما تدخلوش هذا تدخلوش انا الان زبون لا لا ما بيصير هيك شو صار زبون هلا أنا مش على التفاحة هو بغير مني أنا أحب السيدة بتاعي هو يغير مني يا غير مني ما تقلقش سي حكيم لا لا أنا مش متقلق وش أنا لا 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 هلا لا هلا لا هلا لا أنا زبون لا لا هلا لا لا هلا لا قتلك لا لا قتلك لا قتلك لا لا هلا لا لا شوف معلش تكلم معايا وش حاب تقولها وخلينا خلينا على راحتنا الله يخليك لا لا هلا قلقتك هلا ايه هلا يعني هلا في هاي المشكله صارت ما كان ما عادت ظريفه انا يعني ما بريد انت تنأذى يعني هو خلاص انأذى خلاص لا دقية ما راح عند هذا الضمير تاعهم يعني هاش هذا الدار حاوزوك ويطردوك من هنا ايه ما عندك كلمه الدرين وعندك زوجه ما تقلقش حكيم شوف روح ومن بعد نهضر معه ونهضر معه هنا ونهضر معه ونشوفه ان شاء الله تعاود ترجع للمكان تاعك ما تقلقش من شيء ما تقلقش انا قاعد مع المدام المدام انا خلاص انا قاعد مع المدام ما تخافيش انا خلاص انا قاعد معك لا خلاص معلش قاعد معك هي قاعد لا لا على ضمانتك يعني ما لا لا خلاص خلاص معلش قوم الله يرضى عليكم وما نوليش الخدمه ما نوليش ترجعني الأقل فكر على أولادك فكر أم معلش خلاص من فضلك فضلك تفضل تفضل محمد 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 سي محمد تعال قولي له على وجه أولادك هو كي تقول له على وجه أولادك يرجعني اسكت اسكت انت أعطيها الكلمة على وش أولادك مش يا أولاد أولاد هذا أولاد هو إذا ممكن تخصموا القصة وتاخذوا معاك لجوا وخلاص تعتبر الأمور إذا ممكن تحلفيني بأولادي إذا ممكن إذا ممكن يلا خلاص على وجهها على وجهي خلاص قوم يلا قوم شوف أنا بقوم يلا وأعمل ولكن بشرط شرط؟ شرط كمان شرط واحد تقبلي الشرط؟ ما بعرف شو هو الشرط قولي إيه على ضمانتي على ضمانتي إيه أقول إيه بتقولي الشرطة بتقولي للجمهور الجزائري والأمة المسلمة اللي رايحة تشوفك في شهر رمضان في حصة كاميرا الخفية الغلطة اللي درتها كي ريحت معهم في الطابلة التم المعلم دي سيدة يحاوزني وزادت هي دارت عليا أوي ما متفاحة رجعتيها لي معليش سلام كيف شعرت هيك لما طلعوني أسانسور ودخلوني ووضعوني في مكان معين ووضعوني الكرسي يعني شعرت في شيء هو اللي يلي خلى اللعبة تجوز علي كما تقولون أنتم تجوز علي إنه الشيء الموقف متعودة عليه اللي ما متعودة عليه هو غلاظته غلاظة القرصمو يعني كان كتير غليظ يعني فعم تصور يعني أنمنع من دخول الجزائر مشان لأنه في واحد قرصمو سرق تفاحة وقال يخبيها جوا مشان ما يشوف فيه المعلم الشرير يلا أكلتها هند بنت عتبة أكلتها منيح يعني ماشي موبيليس هدت لكم أمتع الأوقات مع وش الداني موبيليس أينما كنتم
تتمنى لكم شهيد.